السلام عليكم. هنا رانا في الايلوديس، كاين بزاف اللي راه مقلقين على الايلوديس. انا نقول لكم ايلوديس على حساب واش راني نشوف، مازالو نيتواياج برك. بيتون امبريمي ما شاء الله، وريهم تشوف منا رياض خويا. بيتون امبريمي خلاص، مازالت هذه لابارتي صغيره حتى يفيريفيو الماء اسكو ما كانش فويت والغاز ما كانش فويت ويديروها، ماشي حاجه. مي سينو هنا كلشي خلاص، مام الكوتي الفوقاني دوك نطلعو نوريو لكم تاني كلشي خلاص. هنايا هذا الايلوديس كي تكون ليفريزون ان شاء الله ما راحش يجيني. دوك نفهمكم علاش ما يجينيش، يقدروا ليفريو لكم باسكو مام المير هذاك، وري لهم المير هذاك اللي كان فيه بروبلام، الحمد لله راه ديما راهو قريب يخلص، ولا طول ربي العمر قبل ما تدخلوا لديوركم المير هذاك يكون خلاص. دوك نوريكم مليح باش نفهموكم وان شاء الله نقدروا نفهموكم. صبروا معنا، هاوليك المير ما شاء الله ما عندوش بزاف من لي ديمارا، مي سي بون هاوليك راه ماشيين معاه. انظر من قريب 20 متر راهم داروا هنا الكوفراج وراهم كولاوها نورمالمون. هذا غدوه يديكوفريو باش يروحوا الكوتي هذايا، بقات لهم خدمه هنا واحد 5 ايام. وهنا وري لهم كوفريات خويا، هنا هذا الطريق هذه كوتي التحتاني هاديك زومي لهم تشوف كان تريطوار. هذاك راه مخدوم، راهم يستناو غير يكملوا، هذاك راه مخدوم لو يبان لكم. عاود نحي الزوم رياض هنايا، دوك اون فوا يكملوا المير يعاودوا يديروا لا بوردور تاعهم تريطوار يطلع منايا حتى الفوق، تولي عندكم لاكسي ديريكت تدخلوا الايلو ديس تاعكم عادي. ليش كون كوتي الفوقاني يجي 60 يدخل عادي باسكو راهو خلاص. اروح تو رياض نورو لهم فوالا، هاو الكودرون مخدوم، لو تريطوار مخدوم من بيتون امبريمي، كاين هنا ومزادو كانت مخصوصه راه مكملوها لي دو كوتي منا ومنا. سكيفي كوتي 60 و 62 كوتي التحتاني وروح حتى التحتا الحمد لله خلاصت، تسمى حاجه ما تعطل. الكازون راهم داروه دوك نزيد نوريكم، كي نقول 60 و 62 سي لا ميم شوز بور 59 و سوا. وهذه شحال باتيمون هذه رياض؟ هذه 61 و 61 كيف كيف كلشي خلاص. حاجة واحدة أخرى نفردو هو المير يخلص هذاك ويديرو لكم لاكسي من هيكا طونوبيلات يدخلو تو فا بيان، بصح معليش كاينة حاجة واحدة أخرى اللي لازم نقولوها لكم. راه تشوف هنا راهم دارو الكازون بون هاو صفر يعاودو يسقو يعاودو يولي خضر راه، ومازال يزيدو يديرو سجر يخرج شباب. حاجة واحدة أخرى مام هنا شوف رياض راهم كملو بيطون أبريمي لا ليفريزون ما تجينيش. أروح تنوري لهم حاجة هنا رياض، هنايا الباركينغ تاعكم لي ما حبش يقاري هنا الفوقا، نقولوا هذا او كاين هنا هذا باركينغ تقدروا تقاريو. وما عندكم ثاني نوتر باركينغ هنا هاولي كم يخدموا فيها داروا لا طاليو هنايا زومي مرياض، درك يفرشوا هذاك الكرافي كاع يتفرش هنايا ويديروا لكم ان باركينغ. نفرضوا الكوتي الاخر وين كان المير ما وجدش، تقدروا اللي عنده طوموبيل بيان سور يقاري هنا وهاملك لي زيسكالي لي يسكن الفوق يطلع مع لي زيسكالي لدارو، واللي يسكن هنا هايليك الدخله واجده مكان اللي غرقا لي طين يدخل حتى لباب دارو نورمال، واللي ابي كيف كيف يجي منا ويدخل سكيفي. الحمد لله الحمد لله ما راح تجيني في ليفريزون. وطريق البولوار شوفوها وري لهم رياض طريق البولوار راهي خلاصت، بقى فيها غير خصها غير شويه كودرون برك، فيها لي صابروار زيرو كاروت فيها كلش. والسلام عليكم وبالبركه عليكم خاوتنا، وان شاء الله تربحوا كاع على ديوركم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.